راح نحط طاولة كتب الكتاب هون، وراح يطالعوا ألعاب نارية من القوارب، بيطلع منظر كتير حلو. برافو. بناء على طلبكم راح تطلع ألعاب نارية من الحديقة كمان، وراح يطلعوا من الضفة الثانية كمان، راح يكون عرض حلو. فيكن تحددوا هالشي مع نهال خانم، بس لو كان الموضوع بيرجع إلي ما كان في داعي لهالطجة. بس نهال خانم طلبت هالشي. لكن رقبتي سدادة. مراد، أنا هون رح أتمشى شوي، أنت شوف شغلك. كتير منيح، وأنا رح شوف ترتيب قعدة الضيوف. تمام، أنا رح أجيب لك ترتيباتنا. تمام. حابة نحكي شوي. كنت بستني هالشي. أصلاً أنا كنت عم حس بشوية أمور من زمان، وكنت عم حس حالي مذنبة حتى وقت عم فكر بهالشي، بس السكوت أسوأ بكتير. بعرف ومتأكدة إنه الموجود بالسي دي بخصة لسمر خانم كمان. سمر خانم وانت. ما في شيء اسمه أنا وسمر ابنه. ما رح أسمح لكم تكذبوا على نهال أكتر من هيك. طيب، بيني وبين سمر كان في شيء، بس من زمان، يعني قبل ما تتزوج عمي. عم احكي الحقيقة، يعني قبل علاقتي ببيسان. قصة كتير قديمة، يعني شغلة انتهت وخلصت، وبعدين صار في علاقة مع أختها، وكمان هي قصة كتير قديمة. ما خبرته لعدنان بيك بهالموضوع؟ لأنه ما حبيت عمي يعرف هالشي أبدا. هذا موضوع قديم حتى نحن نسيناه، ليش بده يعرف؟ طيب وبشير؟ بشير ما بعرف من وين ملاقي صورة إلي ولسمر. وحاول يستغلها، وخاف كتير اني ما اقدر اسعدها لنهال اذا تزوجنا. طبعا وقت اللي شافني قديش بحبها لنهال وبحترمها، رجع لي الصورة اللي بالسيدي. طيب وحلمي اونار وحلق سمر يلي ضاعوا ورحتوا حكيتوا معي، وكنتوا كتير قلقانين من هالقصة؟ انا ما عم صدق انه هالشي قصة قديمة بنوب. في شي جواتي ما عم يخليني صدقك بنوب. بحلف لك انه ما في شي بنوب بيني وبين سمر. اذا عم بيصير هالزواج مشان تتستر على الماضي فهذا شي قذر كتير. ابدا، انا بحبها لنهال، وانا ما عم بقدر صدق. اطلع من حياتها قبل ما يفوت الاوان. مادموزيل، عم قلك من جوات قلبي، ما في حدا بحياتي غير نهال. أنا بحب نهال كتير. لا، أنت ما رح تسعدها ورح تكون مقهورة، أنا واثقة. لا تتزوجها، لا تستغلها بهاي الطريقة. مادموزيل، بترجاكي من قلبي وثقي فيي، أنا بحبها ورح حاول اسعدها لآخر لحظة بحياتي. إذا بتريدي لا تحكي شي لنهال.
أنا آسفة، تأخرت عليك بس استنيته لحسن بك. في شوية ترتيبات بده يورجيك إياها إذا ممكن. مرحبا. أهلين. هذا الترتيب لقعدة الضيوف، وجهزنا خطة بديلة كمان إذا ما عجبكم هذا الترتيب. شكراً إليك. أنا رح آخذ هدول، رح نشوف ونرتب الأمور حسب قائمة الضيوف، لأنه ما عندي وقت كتير، ما رح ضل أكثر من هيك. ماشي بصير، خليني أبعتهم على سيارتك. ماشي، شكراً لكم. أنا بحبها لنهال، هي الحقيقة الوحيدة بحياتي. إذا حكيتي لي عن الشيء اللي بتعرفيه رح يتدمر كل شيء، وانت اللي ما رح تتركيها تنسعد. بترجاكي لا تحكي. افهمت. بتحط اسماء اهل العروسه. ماشي. وبعدين رفقات العريس، وعلى الزوايا هنيك بتحط اكاليل السور، وبتفرد الدانتيل الابيض. بصير مثل ما بدك. مهند بيك، حطوا لكم نماذج عن الخطه بالسياره. شكرا لك. كنت عم دور على مراد، وينه؟ عم يستناك بالسياره. عن جد؟ شكرا لك، بخاطركم. الله معكم. مع السلامه. صلي ساعة عم دور عليك، ليش ما عم تخبرني وينك؟ خلصت شغلك؟ ايه. شو صار لك؟ مليت شوي. انت كنت برا؟ ايه، كنت بالحديقة. هلا شو رح نساوي؟ رح اخذ بدلتي وبعدين بدي روح على الكلية. Thank you.